ألف سرثة وسرثة معي علي لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. تعال إلى حيث النكهة. تعال إلى حيث النكهة، تعال إلى سوريا. هنا منبت البشرية الآن، مو من زمان كانت بلد بدون تسماية، شغلة مو متفق عليها بس متفق عليها مزبوط، يعني متروكة لله وتوكلنا. وانت بتعرف انه لله وتوكلنا تبع كل واحد هي غير الله وتوكلنا تبع التاني. كل واحد بسوريا، بس لا تفكر انه كل واحد مرتبط، لا، في مرتبطين وفي منهم موالون من راسهم. وسلامة راسك باستشهاد ابن عمك، نسيت بارك لك على الفيسبوك يا ابو شريك. بصراحة كنت محظور، حظروني الانجاس، بلغوا على حسابي. ما عندك فيسبوك؟ ايوه يا سيدي، نيالك على كل حال. شو بدك وجعت الراس؟ ما ضلنا وندبحنا على الفيسبوك بس كله على الفاضي، ما نابنا شيء، ما عجبنا لايكات حتى. لك سبينا عن النظام، هلكنا لبشار بالبوستات والصور الكاريكاتورية. لك دبحنا دبح من الوريد للوريد بس ابن حرام ما بيحس ولا كأنه الحديث عنه. يا أخي مريض نفسيا هذا؟ لا ولو بشرفات. لك ايه طلع عنه تقارير بلندن. يا سيدي أبطال انتو، كشفتوا الموضوع. يا سيدي فوتاتكن قوية، لك ليش الثورة ما بتستفيد منكن؟ لا تشكيلي ببكي لك، لسه كل واحد حامل لي سلاحه عم يدمر ثورتنا السلمية ضد، عفوا ضد بشار. طلعت معي عفوية يخرب بيت الدند، بالعكس معبرة أكتر لأنه حاج بقى نستخدم لسان الداد، عفوا الضاد، يخرب بيت العرب شو تلعوا أندال معنا. لا وما بتسترجي حتى تسبهم مشان ما يشمتوا الكراد فينا. قال شو ما بدهم يانا نقول عنهم كراد، قال لازم نقول كرد. هلأ أنا بكل بوستاتي بقول كرد وكل المثقفين الكراد عفوا الكرد بيحطوا لي لايكات على صوري. هل تعلم أنه عندي 1000 صديق كردي على الفيسبوك وثلاث أرباعهم نفرات؟ في شي 10 بعتوا لي لمشمل بس انا ما بدي اترك الوطن. معلش بتحمل الهاون، معلش بتحمل الهاون، بتحمل البرميل، ما بدي دوق زل الغربه. الغربه لا تحكي لي عن الغربه، الله وكيلك ما حدا بيعرف حجم المزله بدون مكدوس، بدون زعتر، بدون لبنه، بدون حمص، بدون كباب، بدون عرق، بدون مخلل. دبحنا بدون مخلل، انه كان شي تاجر اخو محلوش انتهازي صياد فرص يفتح لنا معمل مخلل باوروبا. اي وين ايام الوطن؟ وين ايام بوز الجدي ومطعم المحبه؟ وين ايام ابو هيثم والروس والسانات والس؟ وين ايام ابو حسن والفول بطحينة والفول بحمض؟ وين ايام ابو عبد الفوال؟ ستوب ستوب ستوب، لا تجيب لي سيرة ابو عبد الفوال. قصفوا له محله البجم النظام، مع اني مو من حلب بس ما بيهون علي يقصفوا اشهر محل فول بحلب. وين بالجديدة بالحارة القديمة الاثرية؟ يعني شو موقف اليونسكو برأيك من قصف محل ابو عبد الفوال؟ ولا حرك وساكن ولا كأنه القصف صار بحارة اثرية قديمة. للأسف ما اهتموا حتى بزنوبيا، تخيلي لك بزنوبيا ما اهتموا. اخ رح جن من هالعدو المتآمر، ما شفت عدو تآمر علينا قد الغرب، يخرب بيتهم. لا وما مين مع حكامنا، لازم نفدحهم حبيبتي، يفدح عرضهم حبيبي. استقتلك عفوا اشتقتلك، كبست على الاس بدل الاش. حبيبي تقبر قلبي بعيد الشر عنك، حياتي دوبتيني. ايه دوب حبيبي دوب، دبت حياتي دبت. بس هالاتفاقية النووية شغلت لي بالي حبيبي، معقول ندفع الثمن؟ اخ شوفي البوست اللي كتبته من شوي، فدحتن حياتي هنن وهالمسخرة. هذا اوباما واحد طنط حبيبتي، رجال حبيبي رجال. كل عمري بقول عنك انه مخك بيوزن بلد وقلبك قوي حادر. ما بنسى ستاتوس اللي كتبته عن جسر دير الزور المعلق وبوستك عن نواعير حمال مجزرة التي تتكرر، وعن أردوغان اللي ما بده يسمح بحماة تانية. أردوغاني مكشوف، شو بو أردوغان؟ لا لا تغلطي حبيبتي، أردوغان حبيبنا ومعلمنا، اللي ما عجبه يطلع برا تركيا البلم بيوسع جمل. لكان واللي ما عجبته أوروبا وقوانينا كمان يطلع لبرا يرجع لحضن أردوغان. هلأ ما بدنا نختلف حبيبتي، يعني شو بدنا أحلى من النموذج التركي؟ ليش شو بو النموذج الغربي؟ ولا ما بيصير بلدان وشوارب؟ على راسي شواربك يا أخي. بس فوق ما حويناكم بتركيا، والله لو استلموا جماعة أتاتورك لكانوا حيقلعوا السوريين مثل ما عمل السيسي بعد ما غدر بمرسي. أتذكرين عندما طردونا من مصر؟ أتذكرين؟ لا والله متذكرة لما طردونا من لبنان صار فينا مثل الفلسطينية. إلا بقى تحكي لي عن الفلسطينية، طلعوا هن عم يضربونا بسيفهم حبيبتي. الأنظمة التوتاليتارية. بحبك حبيبي، يا الله شو بتفهم، يا الله شو بتفهمي، بموت فيكي بموت فيكي. شو كانت هذيك الكلمة حبيبي؟ توتاليتارية. تقبر قلبي بعيد الشر حياتي. التهريبة السورية.
هكذا حدثنا من دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.